قرر مجلس الوزراء التالي: أولاً، تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودة تقارب المصلين أثناء إقامة الصلاة في المساجد من خلال الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية والمتمثلة بالتطعيم ولبس الكمام وإحضار السجادة الخاصة بكل مصلي، وذلك اعتباراً من صلاة الجمعة بتاريخ 22/10/2021. ثانياً، تطبيق ما تبقى من أنشطة المرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، والسماح بإقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية على أن يقتصر الحضور لتلك الفعاليات على المحصنين متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا فقط، والالتزام بلبس الكمام، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24/10/2021. ثالثاً، السماح بعدم لبس الكمام في الأماكن المفتوحة والالتزام به في كافة الأماكن المغلقة، وكذلك الالتزام بالتباعد في الأماكن التي يتعذر بها لبس الكمام كالمطاعم والمقاهي، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24/10/2021. رابعاً، تكليف كل من وزارة الداخلية، الهيئة العامة للقوة العاملة بمعاودة إصدار سمات دخول لدولة الكويت فيزا بكافة أنواعها للمحصنين متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت وفق النظم واللوائح المعمولة بها قبل إجراءات الحكومة المتخذة لمواجهة فيروس كورونا COVID-19، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24/10/2021. خامساً، تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بتطبيق المرحلة الثالثة من خطة تشغيل مطار الكويت الدولي وعودة العمل بالمطار بكامل طاقته الاستيعابية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24/10/2021.